طيب الآن نجي للفقرة باء. If the tube length of part A was reduced to L.2 إيش بيكون الوضع؟ The flow conditions at the tube exit، وهل الهيت ترانسفير كوفيشنت عند نهاية المقطع الآن على بعد 20 سنتي منا greater ولا يساوي ولا أصغر من الهيت ترانسفير كوفيشنت في نهاية البايب؟ وخليني أزود لك كمان، احسب التي ام او. الآن النيو لينكث يا حبايب أصبح كم؟ 2 متر اللي هو 20 سنتي. وتذكرون كان الاكس اتش من فقرة ألف ب 37 سنتي، وكان الاكس ثيرمال بكم؟ ب 25 سنتي أو 26 سنتي. إذن لما صار البايب قصير بس هذا المقطع، شلنا ال 1.8 متر، هذه راحت وبقي عندي 0.2. انه التيوب الجديدة الكونديشنز فيها انه الطول الجديد هذا L اقل من XH and X thermal، واسم الكونديشن الان هو combined entry region. طيب كومبايند انتري ريجن، اذا ابغى اجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت حروح للجراف الخاص بانكروبيرا عندنا في الكتاب، لكن زي ما ذكرت في المساله الاولى يعني. طيب يا شباب نروح الى السكشن هذا اللي هو الانتري ريجن حق اللمنر فلو في البايب، ونروح الى الجدول الفيجر الخاص ب اللوكال سيف، هذا هو اللوكال، لوكال نصلت نمبر. حتلاحظ ان الشايب هذا انكروبيرا شغله يعني تقريبا 80% في الكتاب، 90% 95% ممتاز في الكتاب، الا عند الجراف ذا زي ما قلت لكم في مقطع سابق، لاعب في حسبه ابو ايش اسمه اللوغاريتمك جراف، لانه ملقط الداتا من عده ايش اسمه مراجع وايش اسمه ومدخلها في فيجر خاص فيه هو. ف اذا جيت للواي اكسس مثلا نقول الاثنين ضعف الواحد، طيب والاربعه ضعف الاثنين، ويعني اثنين الاربع والثمانيه ضعف الاربعه، يعني كانه يتزايد ب 2n. بعدين العشره ماني عارف كيف اجيبها مع الثمانيه، والعشرين هنا فوق ضعف العشره. طيب وتجي هنا يا شباب يعني عيونك تزغلل لحد ما تراي تو فيجر ات اوت وما تقدر. بعد البحث الشديد رجعت حصلت الحمد لله عندي مرجع حق هولمان مسوي نفس الجراف يا شباب بس اون سيماي لوك، يعني ايش الواي اكسس ما لعب فيه خلاه تدريج عادي، والاكس اكسس خلاه لوغاريتم كالمعتاد اللي كل البشر يعرفونه زي ما انت شايف. هذا 10 للقوة ناقص 3، هذه مضروب السابقة في 10، وهذه مضروب السابقة في 10، هذه 1 في 10 to the minus 2، بعدين هذه 2 في 10 to the minus 2، 3 في 10 to the minus 2، 4 في 10 to the minus 2، أقومش ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أطلع. طيب أروح لمين؟ والله شوف عندك المنحنى هذا اللي فوق ما تلمسه، لانه الافرج نصت نمبر بالنسبه للكونستنت سيرفيس تمبريتشر باوندري كونديشن، والسفلي هذا ما تلمسه لانه لوكال ولكنه للكونستنت سيرفيس تمبريتشر باوندري كونديشن. الوسطاني هنا هو اللي نحتاجه اللي هو لوكال which is good for constant heat flux boundary condition، اهو حتضرب في الكيرف هنا وتمشي لحد ما توصل هنا اهو، شايف يا حبيبي؟ وهذا الرقم بخمسة وهذا بصفر والتدريج عادي، ما هو لوغاريتمي، هو 1 2 3 4 ديفينتلي 4 فاصلة. اذا من المقطع يا شباب خرجنا بايش؟ بان النصلت نمبر
31.1 واط لكل متر تربيع كالفن. أها، اللي هو أكبر من H في الحالة A. خليني أجيب T mean out هنا، خلينا نشوف. طيب T mean طلعت 152.6 درجة مئوية، بينما في الحالة السابقة كانت 152.2. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه شوفوني وأنا بأرسم في الصفحة هذه. هذا في الحالة الأولى يا شباب، هذه الحالة الأولى يا شباب، 160. شوف إيش كيف حسوي أنا الآن، حمشي موازي لهذا طبعا يا شباب، شوفوا موازي إلين 0.37. هنا خلاص يبدأ التأثير حق المدخل. أوكي، بعدين يبدأ كذا الوضع. هذه تي إس عند إيش؟ عند المدخل، وممكن تقفل تصير تساوي 100، ما عندنا مشكلة. طيب هذه الحالة A. This is A and this is A. جينا في الحالة B أصبح الطول يا شباب كم؟ 0.2. يعني أعلى من ذي الحد هنا. طيب T surface هي 160، حتمشي إيش؟ حتمشي، ما تقدر تمشي parallel الآن معايا، لانه we are in the developing part. فخلوني بس اسوي الاستعراض هذا، خليها مستعرضه ان شاء الله انها تزبط معايا. developing 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 اوكي ستيل developing اوكي. this is ts out حتساوي 160، وهذه tm out حتساوي 152.6. هذه الحالة إيش يا شباب؟ باء. أوكي، اللي هو قصرنا طول الأنبوب. جاك في الحالة جيم سي، إيش قال لنا؟ قال لك إنه بارت سي الماس فلوريت أصبحت 10 أضعاف الماس فلوريت في الحالة A. هذه الحالة طبعا إيش تأثيره هذا؟ هذا هيخلي الرينولدز نمبر حقنا 4 ام دوت على باي دي ميو حيساوي 10 في الرقم القديم اللي تعرفونه اللي كان 1449. هذا تيربلنت. طيب لما يكون تيربلنت، لما يكون تيربلنت فالكورليشنز اللي عندنا تكون صالحة ل constant surface temperature و constant heat flux boundary condition. انا هاخذ حقه مين؟ دوت سبيتلر correlation. هذه يا شباب ان شاء الله انكم شايفينها، اللي هي معادله كم؟ 860. يطلع لي شوفوا يا شباب 43.3. الله، يعني كان في حالة A 4.36، في حالة B 4.6، في حالة C قفز إلى كم؟ 10 أضعافه 43.3. المهم هذا تأثيره إنه ال H في نهاية الأنبوب at X is equal to 2 متر حيساوي 43.3 في الكي اللي هو 0.0 مقسوما على الديامتر، يطلع تقريبا يا شباب 292.7 واط لكل متر تربيع كالفن. ايش تأثير هذا على التي ام اوت؟ تطلع 157.7 دقري سلسيوس. ايش معنى الكلام هذا؟
بنجي لها 53 54 55 56 57. هذا 157 وهذه 0.7. لاحظ الآن شوف كيف حيكون الوضع. ببدأ من 100 وأنا أعرف أنها لينير. أوكي طيب، وبالنسبة للسيرفس تمبريتشر حتكون موازية تماما في الفولي ديفلوبد بارت لحد ما نوصل لين للمكان اللي هو ديفلوبينج. طيب برضو عشان اهو هذا 0.37، هذا هو الطول الخاص بالثيرمال انتري ريجن. وامشي كذا بهداوة يا شباب معايا. طيب بعدين من هنا ايش اسوي؟ خلاص ابدا اقفل بهذه الطريقة. فيه تعليق بسيط يا شباب، وين توقفت انا؟ توقفت هنا صح ولا لا؟ اوكي، واللي هو عند 0.37، لكن هذا يا شباب ايش هو؟ هذا الاكس ثيرمال حق ايش؟ حق اللامينر. طيب بينما هذه احنا قلنا على السي هذه تيربلنت. طول المدخل الحراري كم يا اخوان؟ اذكر انه اكس ثيرمال على الديامتر يساوي تقريبا 10. فالمفروض يا شباب ايش هو؟ المفروض اني اواصل يا اخوان معايا الحد هنا، بعدين اقفل بهذه الطريقه. شوفوا يا شباب ايش رايكم؟ ها مو حلو كذا؟ فنبهنا على النقطه هذه. ليش؟ هذا هو الاكس ثيرمال حق ايش؟ حق الحاله سي اللي هي تيربلنت. اذا هذا التوزيع الجديد اوكي هو حق الفقره ايش؟ سي. هذه التي مين وهذه التي اس. جميله جدا جدا المساله دي معايا، جميله جدا. اللي بالازرق يا اخوان هو الحاله الاولى لامينر، الطول مترين، بعدين قصرنا الطول الى 0.2 وما زال لامينر معايا. شوف كيف عشان يظل نحافظ على ان السيرفس تمبرشر 160 ارتفعت التي مين اوت بشكل شديد. رجعنا للوضع الاول لكن زودنا السرعه. شوف اللي حصل الان، شوف هذه كانت كذا قام راحت كذا معايا، وهذه بردت شويه لان الهيت ترانزير كوفيشنت في الحاله سي اكبر منه في الحاله اي. طيب خليني ارسم لك الهيت ترانسفير كوفيشنت في الحاله اي. في حاله التيربلنت، التيربلنت ترى يصل الى 43 اوكي، وقلنا انه فيري ستيب. طيب هذا اتش اكس فور تيربلنت فلو وهذا لامينر. هذه المسألة يا شباب المفروض أنها تحصل على تركيزكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن الله ينفعني وإياكم ويرزقنا العلم النافع ويصحح نيتنا لوجه الكريم. السلام عليكم.